السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. أكيد عرفتم نحن الآن متواجدين وين. نحن عند الميقات، ميقات ذو الحليفة في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإفطار جديد في مسجد جديد من مساجد مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآن حندخل إلى منطقة السفر، سفر الصائمين، واليوم نحن في يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يبلغنا ما هو قادم ما شاء الله. عاد هذه المنطقة احنا دائما نصورها لكم، منطقة جميلة أكيد لها ذكريات كثيرة في نفوس المسلمين بشكل عام، لأنه ما شاء الله اللي يروح عمره لابد، يعني إذا كان منطقة مروره من المدينة المنورة فلابد أنه يجي من هذه المنطقة. فمنطقة مسجد الميقات هو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها، ميقات ذو الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية، فمن ضمن المواقيت المكانية ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هم يعني ما شاء الله الصائمين أو الصائمون يترقبون أذان المغرب. شوفوا هذه الجهة اللي على اليمين اللي هي النساء، ما شاء الله لهم مكان خاص فيهم، والمكان اللي على اليسار زي ما شايفين إفطار الرجال ما شاء الله، وأغلبهم محرمين متوجهين إلى مكة. يا رب الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ومنكم كذلك يا رب. نشوف صاحبنا وين، صاحبنا ما أدري، صاحبنا متواعدين معاه في هذا المكان، إن شاء الله نحصله. فطور يا حاج فطور. حتى هنا ما شاء الله في سفر للنساء غريبة، وفي بعض في سفر ايضا متفرقه ما شاء الله، الله يجزاهم خير ما قصروا اللهم بارك. وهناك بعيد فيه، وهذه برحه المسجد ما شاء الله كالعاده. الافطار ربما يكون في شيء زائد اللي هو موضوع الرز، في وجبات رز توضع، وفي ربما يكون اشياء ثانيه، لكن الرز واضح حاضر. في ايضا السمبوسة وغيره من الاشياء اللي ما شاء الله دائما يضعوها مع السفر ما شاء الله. الزبادي، الخبز، الفتوت، الدقة. طبعا الدقة عبارة عن ايش؟ عبارة عن بودرة. في بعض الناس اللي هم من خارج المدينة ما يعرفوا ايش هي الدقة. الدقة عبارة عن بودرة كده مثل الزعتر، يعني توضع يحطوها غالبا مع الزبادي. بعض الناس يأكلها مع الزبادي، في بعض الناس مثلا ما يأكلها مع الزبادي، يعني يأكلها بدون زبادي مع الخبز يعني. فطيبة يعني، فيها كذا لدعة بسيطة من الحرارة ما شاء الله تبارك الرحمن. صاحبنا إلى الآن ما هو واضح وين موقعه. خلينا نشوف مكان آخر، نصور مكان آخر ما شاء الله. هنا الأطفال الصغار اللهم بارك، جميل. خلينا نشوف صاحبنا ونرجع لكم بإذن الله، حنغطي لكم يعني أيضا مكان آخر. خلينا نروح هناك الجهة اللي هناك، أتوقع فيها أيضا سفر للصائمين، خلوكم معنا. ما شاء الله هذه الورود ما شفناها إلا الآن ما شاء الله. وهنا في عندنا الجزئية الثانية أيضا فيها إفطار، حنصورها لكم بإذن الله تعالى. خلونا كده نمر ما شاء الله، الله يتقبل من الجميع. هنا المكان يمكن كأنه أكبر أو في سفر أكثر، أتوقع صاحبنا حيكون هنا في هذا المكان. إلى هذا المكان الظاهر أكبر ما شاء الله. يا سلام ما شاء الله. لو نطلع للجهة الثانية عشان نصور لكم بشكل أوضح ما شاء الله. الريحة ما شاء الله على مستوى ما شاء الله، ريحة الخضار وريحة
الأزهار اللي موجودة منتشرة ما شاء الله ما شاء الله. وهنا في سفر أيضا منتشرة، وفي للأخوات ما شاء الله سفر منتشرة ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هذه نوعية الوجبات كذا، فطور بسيط ما شاء الله، أغلبهم ما شاء الله محرمين، أغلبهم مسافرين ما شاء الله. شوفوا هذه المئذنة، الصورة تتحدث. يا سلام، بعض الناس يستغل وقته بالدعاء. نحن ننقل لكم وننشر لكم كل ما هو جميل في المدينة المنورة، وندعو بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يعطي كل واحد منا مسألته. نسأل الله أن يرزق الجميع زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة. شوف حتى الآن بيفرشوا سفر ثانية إضافية، لما يشوفوا أنه في أعداد كبيرة فبيسووا سفر إضافية ما شاء الله. الله يجزاهم خير ما شاء الله. صراحة هذه الساحات من أجمل الساحات التابعة للمساجد في المدينة المنورة، أقصد المساجد الكبيرة اللي صورناها يعني ما شاء الله ما شاء الله. الوجبات تقريبا نفسها متكررة، في وجبات الرز موجودة أيضا حاضرة، رز ودجاج ما شاء الله ما شاء الله. هذه السفر يتم تجهيزها من بعد العصر مباشرة يعني ما شاء الله، الله يجزاهم خير ما هم مقصرين يعني. سلام، هنصور لكم بعض اللقطات بعد قليل بإذن الله تعالى ما شاء الله. طيب حنصور لكم مع الأذان بإذن الله تعالى. الحمد لله يا ربي لك الحمد، صلينا صلاة المغرب في مسجد الميقات. طبعا اللي ما استطاع انه يفطر ايش يسوي؟ بعد الصلاة في نفس المكان الاخوان هنا حاطين هناك علبة فيها تمر، اللي يبغى ياخذ تمر ياخذ تمر. هنا يوزعوا الشاي والمشروبات الحارة، القهوة توزع هناك، ايضا في الخبز يعني كلها موجودة، يعني اللي محتاج انه مثلا ياخذ معه، خصوصا اغلب المسافرين الان يعني حيطلعوا خارج المدينة، حيسافروا يعني مسافة طويلة 5 ساعات تقريبا في الباصات الى مكة، فيحتاج انه مثلا يتزود بشيء من الاكل من التمر. فكل هذه المنطقة يوزعوا فيها تمور، يوزعوا فيها حتى الموية موية الشرب، فالله يجزاهم خير جميعا. نحن حنصور كذا بعض اللقطات الجانبية
من خارج المسجد نختم بها بإذن الله تعالى. وبكذا نحن نكون تقريبا انتهينا من تغطيتنا للمساجد الكبيرة في المدينة المنورة. في قادم الأيام إن شاء الله حيكون في لنا تصوير لبعض الفعاليات، فعاليات الإفطار في المدينة المنورة، سواء أحياء سواء في بعض التجمعات اللي يقيمها بعض أهل المدينة. فبإذن الله تعالى حنصورها لكم بإذن الله، وحنخرج بصورة طيبة عن شهر رمضان بإذن الله تعالى في موضوع الإفطار، إفطار صائم في جميع مناطق المدينة المنورة أو في جميع أحياء المدينة المنورة. نسأل الله التوفيق، خلوكم معنا في قادم الأيام. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه لقطات ما بعد صلاة المغرب، ما شاء الله. يا سلام يا سلام. الآن نصور لكم المئذنة الحلزونية، هذه إطلالة أبعد على مسجد الميقات ما شاء الله، وهذه المئذنة الحلزونية ما شاء الله. الشيء الجديد اللي حيفتحوه في هذا المكان، شوفوا هنا حيكون في عندنا سوق اسمه سوق الميقات، تمام؟ لاحظوا يعني سوق صغير لكن ربما يخدم الزائرين إلى هذا المسجد. وهو على فكرة يعني فيه عندنا سوق يعني ما شاء الله مليء بالأشياء اللي يحتاجها المسافر إلى مكة، أقصد يعني الحجاج أو المعتمرين، يعني مناشف وغيرها من الأشياء هذه الأساسية. فأيضا هذا السوق حيفتح، ما أدري إيش فكرة السوق هذا. وهذه منطقة بعض المطاعم الشعبية، يعني بعض المأكولات. عندنا من أهم المطاعم هنا عندنا فول اسمه فول الميقات، من أقدم المحلات الموجودة. وعندنا هنا في هذه الجهات خلف المنطقة هذه اللي هو وادي العقيق المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الليلة آت من ربي في هذا، يعني يقصد الحديث مقصود به في وادي العقيق المبارك، أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهب إلى مكة من أجل أن يحج، فقرن عمرته بحجته، مع أن خير الهدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي، يعني أنه كان هدي التمتع كان هو خير الأنساك للحج. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه كانت تغطيتنا لهذا اليوم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلقاكم بحول الله وقوته في تغطيات أخرى جديدة. السلام عليكم.